السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، وأرحب بكم بعد إجازة مطولة في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، وأشكر كل الذين تفقدوني خلال إجازتي أو سألوا عني. لم تكن حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة مثل سابقاتها، فقد منيت إسرائيل حسب آراء كثير من المراقبين ومنهم إسرائيليون بهزيمة ساحقة، وتجاوز الأمر ذلك إلى الحديث عن نهاية إسرائيل وعن كونها أصبحت أخطر الأماكن على اليهود. وفي حلقة اليوم نحاول فهم ما يتردد عن إسرائيل ومستقبلها ونهايتها من خلال المفاهيم التوراتية، لا سيما وأنها توصف بأنها الدولة اليهودية وأرض الميعاد، وذلك مع الحاخام يزرائيل ديفيد وايس الناطق الرسمي باسم جماعة ناتوري كارتا اليهودية. وناتوري كارتا أو حراس المدينة حسب معناها باللغة العربية أسست عام 1935، وتعتبر الصهيونية أخطر المؤامرات الشيطانية ضد اليهودية، وأن إسرائيل دولة دموية عنصرية غير مشروعة أقيمت لجمع اليهود على خلاف ما حكم الله عليهم بالشتات. أما الحاخام يزرائيل ديفيد وايس فقد ولد في شهر أكتوبر عام 1956 في نيويورك، وتخرج من كلية شاسان سوفر للحاخامات عام 1979. حصل على درجة الحاخام الزميل من كلية نيترا كوليل عام 1983، وأصبح معلما للتلمود حتى العام 96، حيث اختير ناطقا رسميا باسم جماعة ناتوري كارتا. ولمشاهدين الراغبين في طرح تساؤلاتهم يمكنهم إرسالها عبر تويتر @منصور AJA أو عبر فيسبوك www.ahmadmansour AJA فيسبوك. رباي وايس مرحبا بك. شكرا جزيلا لك. أسألك في البداية عن حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة والفظائع التي ارتكبها الجنود الصهاينة، لا سيما ضد النساء والأطفال والمدنيين. أولا أدعو الله أن يجعلني قادرا على أن أتحدث عن الحقيقة وأن ينعم علي بالحكمة لكي نمجد اسمه ونقوم بما أراده لنا. ومن سمات الله وصفاته السلام، وهو الذي يحل السلام في العالم من خلال تحقيق الحق في العالم، من خلال عون الله العلي القدير أن نستطيع أن ندفع الشيطان والشر، من خلال أن ندفع بالباطل وأن نأتي بالحق إلى الواجهة لصالح الناس. وبالدخول في قضية غزة، ما حدث كان كارثة وكان نكبة في غزة. هذا فقط هو رابط واحد في سلسلة من السلسلة المروعة الطويلة للأحداث التي تنبع من وجود لدولة اسمها دولة إسرائيل، وهي الدولة الصهيونية الإسرائيلية، والتي في جوهرها وأصلها هي غير شرعية حسب التعاليم اليهودية، وهي عصيان لله وتمرد على الله، وكل شيء وكل تحرك ومجرد الوجود لهذه الدولة يعتبر أمرا شرا ويعتبر عصيانا لله، وكل تحرك ينبع من هذا البلد يعتبر شرا، أحيانا بإرادة شريرة وأحيانا لأنهم عليهم في شكل مستمر أن يقوموا بما هو شر. ودولة إسرائيل قامت بخلق أرض في أرض شعب آخر،
هذا الشعب كان يسكن هذه الأرض وتجاهلوا حقيقة أن هذه الأرض أي الأرض المقدسة سكنها شعب الفلسطيني، والأغلبية منهم كانوا مسلمين، كما أن هناك مسيحيين أيضا كطائفة وطائفة يهودية. وعندما قاموا بتأسيس الدولة فإنهم ارتكبوا جريمة ضد التوراة التي تنص على أنه لا تقتل ولا تسرق. إذن منذ اليوم الأول فوجود هذه الدولة هو تحدي للتعاليم الدينية اليهودية. وأصبر معي لحظة، سأدخل في قضية غزة، ولكن علي أن أقول بأن مفهوم خلق وتأسيس هذه الدولة محرم حسب التوراة، لأن الدولة نفسها حتى لو لم تكن أرض مسكونة وكانت قاحلة ليس فيها الناس وصحراء، فإن التوراة ينص منذ تدمير المعبد، معبد سليمان، منذ 2000 عام بأنه ليس علينا أن نخلق سيادة يهودية ولو بإنش واحد. نحن أرسلنا إلى الشتات، وكان هناك 3 أيمان يجب أن نكون مواطنين مخلصين في كل بلد نعيش فيه وأن ندعي لصالح هذا البلد الذي نعيش فيه. ثانيا أن لا نعود بأعداد هائلة كبيرة إلى الأرض المقدسة عودة جماعية، وأن لا نخلق أي سيادة يهودية. والقسم الثالث هو أن لا نحاول أي محاولة لترك الشتات، لأن تدمير المعبد كان من الله ليس بسبب ضعفنا ولأننا أخرجنا من الأرض المقدسة كأمة، ولكن بسبب ذنوبنا. وهذا كله ما يقوله كل يهودي مؤمن ويدعو من أجله، وهو أن نمجد الله وأن نكون كلنا نؤمن بأن الله سيصنع المعجزة، وكل البشر تؤمن برب وإله واحد، وكلنا إخوان، العالم كله سينضم ويعبد الله، ولكن هذه ستكون معجزة ولن يكون هناك ملحدين. إذا ما أخذت مسدسا وذهبت إلى الشعب الفلسطيني وقلت أعطوني الأرض، فإن هذا يظهر بأن هذا الأمر ليس من الله وهو محرم في التوراة، كما أنه عصيان لله. اصبر معي. أيضا هذا الأمر أو دولة إسرائيل إذا كان محرم، إذا كان هذا الأمر محرم في التوراة، لماذا يطلق اليهود على إسرائيل أرض الميعاد؟ ولماذا أقاموا هذه الدولة وتنادى اليهود من كل أنحاء العالم وذهبوا إليها؟ في الحقيقة هذه هي القضية الأساسية، وبعون الله نحن هنا لنوضح ذلك. الأرض الموعودة والأرض المقدسة هي أسماء في التوراة، وهي أرض مقدسة، ونأمل يوما ما بأن الله سيجعلنا نعود مرة أخرى بمجده بدون تدخل بشري، والمعبد الثالث سيبنى وكلنا كبشر سنذهب ونعبد الله. إذا ما حملنا السلاح ضد الناس وحاولنا إجلاءهم من أرضهم فهذا محرم بنص من الله، بنص واضح. اسمح لي لحظة، ونهاية الزمن لن تأتي بالسلاح ولكنها ستأتي بمعجزة من الله. نحن قيل لنا هناك 3 أيمان: لا تعود عودة جماعية، ولا تتمرد ضد الدول، ولا تحاول ترك الشتات. إذن حتى لو أخليت الأرض لا يمكن أن نقيم دولة فيها، لكن هذه الأرض كان يسكنها الناس. إذن الآن كل جزء من التوراة يتحدث عن لا تقتل ولا تسرق ولا تضطهد، كل هذه تشير إلى أن علينا أن نجلي اسم الله وأن نتصف بسمات الله مثل الرحمة والتراحم. إذن فهذا يعتبر من الهرطقة بأن لا يؤمن هؤلاء الناس بهذا المبدأ وأن يبنوا هذه الدولة. الصهاينة بدأوا من 130
30 عاما التحرك، ثيودور هيرتزل وجابوتينسكي وبنغوريان لاحقا، هؤلاء يمقتون الدين وكانوا مهرطقين وكانوا يتطلعون لما هو سهل من خلال خلق أرض، ولم يكونوا مهتمين بفلسطين والأرض المقدسة أو الأرض الموعودة، وهم أرادوا أن يذهبوا إلى أوغندا أو باتاغونيا جانب البرازيل، وهم أتوا هنا لأنهم أدركوا بأنهم من أجل الحصول على الدعم من المسيحيين واليهود الجاهلين بالتوراة وضعوا هذه الواجهة الدينية الزائفة، والأمر لم يكن أمرا دينيا، ولم يكن هناك من ثيودور هيرتزل لم يقم حتى ختن ابنه. إذن هذا الحاخام وهؤلاء الناس لم يكونوا حقا يؤمنون بتعاليم التوراة، ولذلك استخدموا شعار نجمة داود، وبعضهم أطلقوا لحاهم وقالوا هذا هو أمر الله بأن نعود إلى هذه الأرض وأن نبنيها. إذن فهم أساءوا استخدام الدين وفسروا التوراة تفسيرا خاطئا لكي يقوموا ببناء هذه الدولة. أعطيني الفرصة لكي أسأل حتى يفهم المشاهد طبيعة الوضع. إسرائيل الآن أعلنت أنها دولة يهودية، وربما تكون من الدول القليلة في العالم التي حددت أنها دولة لها دين، دولة يهودية. الأمر الآخر هو أن هناك تزاوج قائم الآن بين الحاخامات وبين السياسيين في إسرائيل، والحاخامات مثلك درسوا التوراة ويقولون أن التوراة قالت أن هذه أرض الميعاد ويجب أن يأتي إليها اليهود. مرة أخرى هم يقولون ذلك، نعم هم يقولون ذلك، وهم دائما يستخدمون كلمة الدولة اليهودية، لا يريدون لكم أن تقولوا الدولة الصهيونية، ولكننا نحن يمكن أن نظهر لكم ذلك منذ اليوم الأول إلى اليوم. من هم يؤمنون بهذا الدين في العالم يقولون كلا، وهم اختطفوا اسمنا، وضعنا كتابا اسمه الكفاح، هذا كتاب يظهر الصور منذ اليوم الأول، وفيه صور هنا تظهر الكبير الحاخامات في فلسطين في العشرينيات من القرن الماضي، ورأينا في الصور مع الملك عبد الله والملك الحسين صورا هنا، ومرة أخرى عام 1947 أيضا. نعم، لكن أولا على المرء أن يدرك بأنه التأثير ربما ضعيف، ولكن يجب أن نعرف. وإذا ما قلتم أحد الحاخامات يقول 1+1=2، العالم كله يمكن أن يقول 3، وتعرف أن هذا خطأ، إذن فهذا خطأ وهذا كذب صارخ. كبير حاخامات فلسطين بوتشينسكي ذهب إلى الأمم المتحدة ككبير للحاخامات. الحاخام دوف لينور المحسوب على التيار الديني اليهودي القومي في إسرائيل أصدر فتوى خلال حرب غزة تبيح لجنود إسرائيل قتل المدنيين والمواطنين وتدمير غزة على رؤوس من فيها. مردخاي كدار المحاضر في جامعة بر إيلان دعا جنود إسرائيل إلى اغتصاب نساء وأخوات وبنات رجال المقاومة في غزة كوسيلة للردع. هؤلاء حاخامات يفتون بالقتل والدم، وعفاديا يوسف وغيره من الحاخامات يفتون بالقتل، هم يفتون بالقتل باسم الله وباسم التوراة. نحن لا نعترف بهؤلاء الناس، لا نقول هم ليسوا فقط حاخامات وممثلين لليهودية، ولكنهم أيضا ليسوا صادقين مع دينهم، فقد عصوا وهم مهرطقون، وهم ليسوا حاخامات ولا نعترف بهم. هذا ما أقوله، هناك فكران حاخاماتيان منفصلان مستقلان في العالم، وهم يؤيدون الدولة التي تقتل العرب وتقتل الناس. نحن نقول إن هؤلاء الناس يرتكبون أعمالا تناهض الإنسانية، وهؤلاء قتلة مجرمون ولا يمثلون
الله ولا التوراة. اليهودية تعني العبودية لله وقبول العهد في طور سيناء، أما الصهيونية فهي تحول إلى قومية مادية. الأمران لا يتداخلان ولا يتشابهان، وهما مستقلان عن بعضهم البعض وليس بينهما ما هو مشترك. قلت كبير حاخامات فلسطين قبل وافق على الدولة ذهب إلى الأمم المتحدة عام 1947 وهو يوشنسكي وقال: نود أن نعبر عن معارضتنا الأكيدة لدولة يهودية في أي جزء من فلسطين. هذه الأيديولوجية منذ ذلك الوقت إلى اليوم يشاطرون بها كثيرون، وقد قمنا بمراكمة هذه التعليمات هنا من الحاخامات في العالم. الجيش الصهيوني في إسرائيل يقتل العرب ويقتل الفلسطينيين تحت الفتاوى للحاخامات، وهناك فتاوى كثيرة جدا، وهناك فساد ضخم في مؤسسة الحاخامات في إسرائيل في المؤسسة الدينية. الصحف الإسرائيلية تحدثت عن فساد كبير، رشاوة، وأنها هناك تزاوج بين السياسيين الذين يحكمون والحاخامات الذين يمنحونهم الشرعية اليهودية. ولكن لماذا العالم لا يسمع عن عشرات الآلاف من الناس هنا الذين يتظاهرون عندما أخذوا كبير الحاخامات من طائفتنا؟ كان هناك مئات الآلاف من الناس يتظاهرون، وعندما قرروا بأنهم يريدون أن يتظاهروا هنا عشرات الآلاف من اليهود تظاهروا عندما أتى نتنياهو لزيارة أوباما هنا في واشنطن. هناك فكران يهوديان، اليهود الذين يقومون بتحقيق وعد الله وعهد الله، والآخرون من اليهود الذين هم لا يؤمنون باليهودية حقا. وهناك أيضا وجود لليهود في القدس هنا في هذه الساحة، ساحة فولي، نرى هذه الصورة أيضا للمظاهرات. وقبل الانتخابات هنا في 2013 عندما قامت الانتخابات كانت هناك مظاهرات كبيرة في نيويورك. هنا تظهر الصورة 100,000 شخص يتظاهرون قبيل الانتخابات، لأنه لم ندعو اليهود لكي يخوضوا في مظاهرات تخص الصهاينة، حتى أن العشرات من اليهود يضربون بقسوة من قبل الصهاينة ضد الدولة الصهيونية. هؤلاء يهود يضربون ويقتلون في كل مظاهرة في الأرض المقدسة، وما زال هناك عشرات من الألاف يتظاهرون هنا. حتى في المملكة المتحدة عندما كان هناك هجوم على غزة كان هناك حاخامات تحدثوا واعترضوا على ما جرى، وكان هناك حاخامات ضربوا هنا. هنا على سبيل المثال في المملكة المتحدة حيث أنا الآن، هذا الحاخام أباي كوبن وقد تحدث عن الهجمات ضد غزة واعترض عليها، وقاموا ب تكسير نوافذ سيارته وخرق عجلات سيارته هنا في لندن. أيضا قاموا بانتهاك حرمة المعبد هنا الذي يحمل نجمة داود. يعني أنتم ضحايا مثل الفلسطينيين؟ نعم، نحن ضحايا كالفلسطينيين، ونحن ضحايا. ليس ذلك فقط، ولكن أرواحنا تنتزع منا. وفي الحقيقة إنهم ينتزعون اليهودية الحقيقية من الناس الجاهلين في هذه الشريعة. إذن فبالنسبة لنا هذه نكبة مزدوجة وحتى نكبة ثلاثية بسبب ما يحدث من فظائع ضد الناس في فلسطين. أكثر من 100 فعالية قمنا بها في العالم دعما لغزة. هذا دعما لغزة. نعم. هل صحيح أن في معتقداتكم اليهودية وفي التوراة أنه كلما كثر القتل في الأغيار لا سيما العرب والمسلمين كلما عجل ذلك بنزول المسيح وهرمقديون؟ No,
كلما زاد تقصد كلما زاد العناء للشعب اليهودي في العالم. ماذا يعني هذا؟ ما الذي تقصده بكلما زاد العناء على اليهود؟ لا 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 ليس كلما زاد العناء على اليهود، كلما أكثر اليهود القتل في العرب والمسلمين في الأغيار، كلما عجلوا بنزول المسيح. God forbid. لا سمح الله. God forbid. لا سمح الله. There is a statement that هناك when the world will turn totally evil بيان totally أو good, then the Messiah will قول have to come. بأنه إذا ما حصل أن العالم أصبح شريرا بالكامل أو صالحا بالكامل فسيأتي المسيح، ولكن أقول لا سمح الله، هذا ما تعلمنا إياه التوراة، ولكن نحن كشعب يهودي ملتزمون. اسمح لي، اصبر لحظة. أود أن أقول بأنه خلافا لذلك علينا أن نظهر الامتنان للدول الإسلامية التي عملت الخير معنا. الآن إسرائيل الكبرى تمثل لدى الصهاينة استعادة كل أملاك اليهود بما فيها يهود بنو النضير وبنو قينقاع في المدينة المنورة. هل توجد مفاهيم توراتية تجعل اليهود يستردون ويقولون إن أملاك بنو قينقاع وبنو النضير في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة هي أملاك يهودية يجب استردادها؟ كل مرة تسمع صهيوني يزعم ذلك عليك أن تتوقف وتبتعد عنه وأن تحمي نفسك، لأن كل ما يقوله هو شر وخطأ. نحن كشعب يهودي ملتزمون ونؤمر في كل بلد أن نكون مواطنين صالحين وأن لا نطالب من هذه الدول إعادة الأراضي. حتى في المحرقة أجدادي قتلوا في المحرقة والهولوكوست في أشويتس، أجدادي كانوا في هنغاريا، والصهاينة قالوا أعطونا الأموال من البيوت. نحن لا نطالب بالأموال، لكن الصهاينة هم الذين يقومون بهذا من خلال طريقة تمكنهم من أن يجعلوا من أنفسهم أثرياء وأن يستمروا بارتكاب الجرائم. نحن كشعب يهودي قدمنا مساعدات طبية وهي رمزية نعم، ولكننا أتينا بسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى أننا تظاهرنا وقمنا بهذا مع شعب النرويج، ولم نستطع الدخول إلى غزة، ولكننا ذهبنا إلى غزة. إسرائيل دمرتها في الحرب، ربما إسرائيل دمرت هذه الإسعافات التي أرسلتموها قبل ذلك من النرويج إلى غزة. أرجح نعم، على الأرجح. هل حقيقة أن حرب إسرائيل الأخيرة ضد الفلسطينيين في غزة قد جلبت المزيد من الكراهية لليهود في العالم؟ جدعون ليفي نشر مقال فيها أرتس قبل أيام قال إن إسرائيل وسياستها عصفت بأمن اليهود في أنحاء العالم، وإسرائيل تتحمل موجة الكراهية التي تجتاح العالم ضد اليهود. هل رصدتم كراهية متصاعدة ضدكم أنتم اليهود بشكل عام في العالم؟ Well, that is them. They also want that. They want that. هم أيضا يريدون هذا. هم يحبون معاداة السامية، لأنه كلما زاد خلق مشاعر معادية للسامية عندها الشعب في فرنسا وفي أماكن أخرى يقولون تعالوا عندنا ونحن نحميكم. إذن كلما قاموا بشرورهم يخرج هذا الشر، وهم أو دولة إسرائيل أو الصهيونية هي أكبر مصنع يقوم بالترويج لمعاداة السامية وزيادتها، لأنهم يجعلون الناس في حالة من الذعر، ومن ثم يذهبون إلى فلسطين ويقولون تعالوا عندنا لنحميكم. إذن فهم يخلقون الأعداء للسامية ويقولون نحن سوف نحميكم، ولكنهم خلافا لذلك هم من يسفكون الدماء، يسفكون دماء الشعب الفلسطيني واليهودي. نحن ذهبنا إلى فلسطين وزرنا صبرا وشتيلة، وذهبنا إلى غزة، وذهبنا في رحلة فيفا
فيفا فلسطين أو تعيش فلسطين. وشارك معنا جورج جالوي ونحن نشعر معه ونتعاطف معه، وزرنا عدة مرات هذه المنطقة، وهنا أتينا برسالة من اليهود في فلسطين وهي رمزية، ولكن أيضا قدمنا المساعدات الطبية ونقول إننا نتعاطف معكم ونشعر معكم أثناء العناء، ولم نستطع حتى النوم أثناء الاعتداء على غزة، وقمنا بعشرات من النشاطات بسبب غزة، ووقفنا أمام الأمم المتحدة كل يوم بيافطات تستنكر ما تقوم به الدولة اليهودية أو الدولة عفوا الإسرائيلية الصهيونية، واعترضنا وقلنا هذا لا يعبر عن اليهودية، وهذا أمر يستحق الاستنكار والاستهجان، وهو معاد لتعاليم الله. ليس فقط الهجوم على غزة، ولكن احتلال فلسطين يجب أن ينتهي، ونأمل وندعو الله أن يتم هذا بسرعة. إذن فالاحتلال بحد ذاته يعتبر تحديا لكون المرء يهودي. هل معنى ذلك أنكم تؤمنون بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتحريرها من اليهود الصهاينة المغتصبين؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع الحاخام يزرائيل ديفيد وايس، الناطق الرسمي باسم جماعة ناتوري كارتا اليهودية. فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري. اسمحوا لي أن أنا أتحدث معكم عن الأمل. الأمل هو الأمان، هو الاستقرار، الحلم. الأمل هو الحلم بأن نقود مصر لتكون في مقدمة الدول، لم يكن الساسة أو الجيش، هما اللذان أزاح النظامين السابقين. إرادة الشعب هي التي نجحت في ذلك. حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم. أهلا بكم من جديد بلا حدود، نحن معكم على الهواء مباشرة من العاصمة البريطانية لندن. ضيفي هو الحاخام ديفيد وايس، الناطق الرسمي باسم جماعة ناتوري كارتا اليهودية. موضوعنا هو مستقبل إسرائيل وفق المفاهيم التوراتية بعد هجومها الأخير على غزة وزيادة العداء والكراهية لليهود في أنحاء العالم. أستقبل تساؤلاتكم عبر فيسبوك وتويتر @AJA أحمد منصور فيسبوك. ستظهر الآن العناوين على الشاشة. هل تؤمنون بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتحريرها من اليهود الصهاينة ومقاومة إسرائيل؟ بعون الله القدير، أنا شخصيا مع وفد من الحاخامات التقينا إسماعيل هنية كما ترون، وذهبنا لزيارة قيادة حماس في فلسطين، لأننا ذهبنا عبر مصر ولم نذهب خلال فلسطين بل عن طريق مصر، وقدمنا لهم هذه الرسالة من شعب فلسطين اليهودي بالولاء. هذا بعد الهجوم الأول على غزة، وذهبنا بضع مرات وقلنا لهم بوضوح بأن أننا نفهم ونتفهم بأن السبب الجوهري والأشرار في هذه المسألة هم الصهاينة والاحتلال ودولة إسرائيل، ولا حق لهم بإنش واحد في فلسطين. أما الرد، نحن كشعب يهودي ذهبنا ومررنا بالحروب أو الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، ولذلك فنحن ندعو الله
ونطلب منه الرحمة وأن نبتعد عن الشرور. نحن لا نستخدم القوة في شريعتنا، ولكننا نحن كشعب يهودي نريد للعالم أن يدرك. لا يمكننا أن نتحدث عن ما تقوم به الدول الأخرى، لأنه في شريعتنا وفي تقاليدنا. حتى لو أننا عانينا والملايين من اليهود ماتوا، ولكننا دائما نصلي وندعو وندعو الله للرحمة، وإلا فإننا نبتعد عن هذا. إذن فليس من تقاليدنا العنف، ولكن ما يمكن أن نفعله هو أن نخبر العالم بأن حماس وحزب الله وكل ممثلي الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لهم الحق وفيما يقومون به، وليس من تقاليد الشعب اليهودي أن يفعل ما يقام بالشعب الفلسطيني الآن. ولكن سبب سفك الدماء هو أن الصهاينة سرقوا الأرض وقمعوا الناس واحتلوهم، وإلا فلن يكون هناك عربي واحد أو مجموعة واحدة تقتل اليهود. كما قلت، ذهبنا إلى صبرا وشتيلة والتقينا أناسا في لبنان من حزب الله، وأيضا التقينا قادة حماس، وقالوا ليس لدينا شيء ضد اليهود ولكننا نعادي الاحتلال. الصهاينة يقولون هؤلاء معادون للسامية ويكرهون اليهود. نقول لا، سبب سفك الدماء هو أن هناك رد فعل لفعل، ونقول إذا ما قمتم بإزالة هذا السبب الجوهري لسفك الدماء فلن يكون هناك سفك دماء. نحن لا نشجع على العنف، ولكن نقول إذا قمت باضطهاد شعب ووضع الناس في غزة وأن تتوقع بأن الأمور كلها ستكون وردية، كما قال حاخام هنا في لندن، قال إن الصهاينة يقولون إنهم يريدون السلام، هم يريدون السلام من أجل القيام بالاحتلال. هذا ليس سلاماً. السلام يعني إعادة الحرية لفلسطين وتحرير فلسطين، ويجب أن نظهر امتناننا للشعب الفلسطيني وللمسلمين، لأنهم آوون على مدى مئات الأعوام أثناء محاكم التفتيش. وأن نسألهم ونطلب منهم بالتواضع، هل يمكن أن نعيش بين ظهرانيكم وأن نعيش بينكم؟ وهم عندها لن يرفضوا، وإلا فإن علينا أن نرحل إذا لم يوافقوا على ذلك. أن إسرائيل دولة ضد الله، إسرائيل دولة معتدية، إسرائيل سرقت أراضي الفلسطينيين، أنت تقول هذا الكلام. الفلسطينيين من حقهم أن يدافعوا. هل يمكن أن تصدر لنا فتوى يهودية الآن بحق الفلسطينيين بتحرير فلسطين من الصهاينة الذين سرقوا الأرض والذين أقاموا دولة ضد اليهودية؟ أولا، أنا كيهودي وزملائي ندعو كل يوم للتفكيك السلمي والسريع لدولة إسرائيل، وندعو الله أن يحقق هذا لنا بسرعة. وفي رسائلنا نقول إننا دائما ندعو إلى التفكيك السلمي لدولة إسرائيل. لا يمكن أن نفتي، أنا لست جديرا بأن أصدر فتوى، ولكننا كشعب يهودي يمكن أن تروا هنا على بطاقتنا تقول باللغة العربية، يمكنك أن تقرأها: أدعو لزوال إسرائيل بسرعة وسلام. هي مش هتزول بسلام، إزاي هتزول بسلام؟ مرة أخرى، مش أنت أولا من حق الفلسطينيين أن هم الآن، أنت أفتيت للفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد الصهاينة؟ بالطبع نحن نقول، بالطبع نحن نوافق على أن الشعب الفلسطيني هو ضحية وهو محق. والمنهج لا يمكن لنا أن نقوم أنا أو شعب يهودي إن لم يكن لدينا منهجنا. دعني أني، نحن ليس لدينا هذا النظام، لدينا رب عظيم، لأنه بنهاية الأمر بغض النظر عن قوتك والقوة التي تستخدم، إذا ما كانت إرادة الله هي التي ستتحقق فهذا الذي سيتم ليس إرادتك وليس قوتك. يجب أن ندعو الله. بالإضافة إلى ذلك، الله سيحقق النتائج. زوال إسرائيل ونسيب الحاجة دي على ربنا.
Yes. نعم. ربنا بقى يزيلها بطريقته. هذا لا يكفي. Yes, but ما هو هيزيلها بالقوة مش هيزيلها المهم انك بتؤيد وبتدعي ربنا على زوال اسرائيل ماشي؟ We pray for the total. نحن ندعو للتفكيك الكامل. هنصلي معاك لكن يجب كمان. ان اقول لكن كلا الان كلا. جاوبني على ده. But it, yes, yes, but when نعم ولكن ما تبوظهاش بقى خليها كده. لحظة. هذا لا يكفي يجب ان ندعو والله سوف يحقق النتائج لان الله يقول في التوراة اذا ما عصيته فلن تحظى بالفلاح. نحن نخشى كم من سفك الدماء سيستمر وكم من الدماء ستهدر. ولكن هذا لا يكفي. نحن كبشر وكأناس نخاف ونخشى الله يجب أن نتحرك ويجب أن نذهب إلى الأمم المتحدة وأن نناشد القيادة وأن نقول بأنهم لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما الناس يقتلون. يجب أن نقول للناس في كل أرجاء العالم بأن الناس في فلسطين وغزة يموتون بدنيا ونفسيا من الجوع والاضطهاد. يجب أن نقول هذا لكل الناس كما حدث في جنوب أفريقيا أيام نيلسون مانديلا حيث وقف الناس ولم يناموا ولم يبقوا صامتين. إذن يجب أن نخرج وأن نتحرك وأن لا يخيفنا الصهاينة. يجب أن نقول لقادة العالم يجب أن تتوقفوا عن دعم إسرائيل وأن تدعموا اليهود وكل من ينتقد إسرائيل. لا تقولوا بأنه معاد للسامية وبذلك فإن سفك دماء الفلسطينيين سوف يستمر. لذلك يجب أن نوقف العائق أمام السلام ألا وهو دولة إسرائيل. هذه ليست دولة يهودية. يجب أن يحل السلام لكي يستطيع المسلمون واليهود أن يعيشوا بسلام معا كما كان الحال عليه لآلاف السنين. أنتم الآن تقولون أنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل ولكن فلسطين من النهر إلى البحر كما يقال. هي أرض فلسطين لا يوجد شيء اسمه إسرائيل. 100% نعم 100% 100% فلسطين 100% فلسطين. إسرائيل هناك للأسف ولا يسمح لها أن تكون هناك وهي غير شرعية وهي محتل وهي عصيان وتمرد في جوهرها. كل وجودها بحد ذاته ضد إرادة الله ويجب أن تزال لزوال إسرائيل every day. كل يوم من أجل زوالها. Not just I, ليس فقط أنا ولكن كل طائفتنا في كل أرجاء العالم. هنا في نقطة مهمة. في عدد 4 سبتمبر الماضي الصحفي الإسرائيلي في إسرائيل اليوم الصحفي الإسرائيلي المعروف يارون لندن قال إن فرصة إسرائيل في البقاء لم تعد تزيد عن 50%. الكاتب الإسرائيلي الشهير روجر إليفر نشر مقال في هارتس قال فيه إنني أجزم أن إسرائيل لا تمثل الدولة التي يتوجب أن أبقى فيها. في 5 سبتمبر القناة الثانية الإسرائيلية نشرت استطلاع للرأي قالت فيه إن 30% من الإسرائيليين بدأوا يدرسون الهجرة والعودة إلى البلاد التي جاءوا منها. في نفس الوقت القناة 10 الإسرائيلية نشرت تقرير إن في 800 ألف يهودي هاجروا من إسرائيل في خلال الأشهر الماضية ورجعوا إلى أوروبا. ما كنتم تقولونه أنتم ناتوري كارتا؟ ما كنتم تقوله أنتم ناتوري كارتا؟ أن إسرائيل ستزول. أصبح العلمانيون اليهود المقيمون في إسرائيل يقولون مثلكم إن إسرائيل ستزول أيضا. من خلال ما أفهمه هذا سؤال توجهه لي هو وأن العلمانيين يقولون بأن إسرائيل ستزول وتتلاشى. منطقيا دولة إسرائيل هي على تعود وتنقلب على نفسها وعلى رأسها. ليس فقط ذلك ولكن في العصر النووي فإنك تدفع أناسا وتركزهم في منطقة معينة واحدة حول أناس كثيرين. إذن فأنت تخلق بذلك خطرا عظيما على اليهود
وحتى من كثير من العلمانيين لا يقولون لماذا يجب أن نتخلى عن هذا مقابل أيديولوجية معينة. نحن كشعب يهودي متدين نقول مرة ثانية هذه ليست دولة يهودية وليس لها أساس حسب الدين اليهودي. لذلك فالمنطق بأنها لن تستمر هذا منطق واقع، لأن الله يقول لا تسرق ولا تقتل ولا تضطهد شعبا من الشعوب، وبالتأكيد الشعب الذي آوى اليهود في وطنهم أيام محاكم التفتيش عندما فروا من أوروبا وأيام الحروب الصليبية، هؤلاء هم الناس الذين تبنوا اليهود في تونس واليمن وفي إيران وفلسطين. هذه هي الأماكن التي عاش فيها اليهود دون أن يكون هناك مواثيق من الأمم المتحدة تدعو إلى حقوق الإنسان. الله يقول أظهروا الامتنان وكونوا ممتنين وشكورين للناس، لإخوانكم ولأخواتكم الذين يقدمون لكم المساعدة. إذن فهذا أمر محرم وهو يتحدى مبدأ إظهار الامتنان، وهذا أمر غير أخلاقي ويخالف التوراة. نحن نقول ليس هناك حق لإسرائيل بأن لا تكون موجودة ليس لأسباب واهية، ولكن نقول بأنه لا يمكن لك أن تسرق أرضا من الناس وأن تأخذها من الناس، وهذا ما يقوله الحاخامات في كل أرجاء العالم. الكل يدرك هذا، كما يفتي بذلك الشيخ القرضاوي وهو صديق لي وزعماء في العالم. أنا أقول لكم إن زعماء اليهود المشهورين والمعروفين منذ 130 عاما إلى اليوم كلهم وقفوا. الحاخام خوفيتسخايا قال لذلك كل شخص أو قال الصهاينة هم سبب ما يحدث للعرب وللناس. إذن فالدولة الصهيونية لا ينبغي أن تكون موجودة، ولكن نحن نقول كأناس متدينين وكبشر يجب أن نناشد زعماء العالم، نرجوكم لا تقفوا مكتوفي الأيدي وتقولون أنكم فقط تتعاطفون مع اليهود. هذا ليس صحيحا وليس صوابا. تفضل لو سمحت أشرف. شكرا. شهرزاد تقول لك هل معنى ذلك أنك تؤيد عودة اليهود الذين هاجروا من أنحاء العالم إلى فلسطين أن يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى، وبذلك يكون هذا طريقة لانهيار الدولة اليهودية الصهيونية؟ السبيل إلى إزالة إسرائيل يجب أن تتوقف إسرائيل بشكل كامل، لا حق لها بأن تكون موجودة. حتى اليهود الفلسطينيون لا يمكن أن يكونوا على هذه الشكل. نحن نؤمن أن الفلسطينيين بعون الله والعالم سيدرك الخطأ لوجود هذه الدولة، عندها ستصبح دولة فلسطينية. الشعب الفلسطيني بعون الله سيسمح للشعب اليهودي أن يعيش هناك، ولكن إن لم يسمحوا للشعب اليهودي أن يعيش هناك فعلى اليهود أن يرحلوا، لأن هذه الأرض ليست ملكا لليهود. إذن من الرحمة والتعاطف أن تسمح للناس أن يعيشوا هناك. إذا ما سمحوا لليهود بذلك فليكن، وإلا فإن علينا أن نرحل من أرضهم. وهذا واضح. مرة أخرى أكرر وأقول بأن الجمهور يحاول أن لأن الجمهور ربما يحاول قد يظن بأنني أحاول أن لا أكون واضحا وأن أتحدث عن المنهج الصحيح، وأن أقول بأن علينا أن ندعو فقط. أقول إن علينا أن نتحرك مع كل الأمم. ممكن تشرب ماء قليلا؟ ما الذي ستشربه أنت؟ ما زال لدي هذا لك أيضا. شكرا لك. أنا نشفت رئك بس يلا أشرب ده. شكرا. السفير إبراهيم يسري أنت ذهبت إلى بيته في مصر، وهو أرسل يقول أنك ذهبت مع وفد أجنبي وشهدت في المحكمة من أجل فك الحصار على غزة.
السفير إبراهيم يسري إذا كنت حضر ضيفك ضمن وفد أجنبي مساند we went to the Hague. نعم ذهبنا إلى لاهاي بضع مرات وذهبنا إلى بروكسل في الاتحاد الأوروبي وحاولنا بلا كلل أو ملل أن نجعل العالم يستيقظ وأن يوقف الحصار وأن يزيل هذا الاحتلال غير المشروع وهذا هو المنهج اليهودي هذا ما يمكن أن نفعله في ما يمنحنا الله من طاقة وأن نذهب إلى العالم وأن نناشد من أجل ذلك ولكننا نفعل كل ما بوسعنا إبراهيم أبو بكر يسألك على تويتر عن مكان الهيكل حسب التوراة وهل البحث عنه هو الحفر تحت المسجد الأقصى من التعاليم اليهودية؟ مرة أخرى من يقوم بذلك؟ دولة إسرائيل ليس هناك شيء يخرج من يدهم ليس شرا الشعب اليهودي ومنذ تدمير معبد سليمان قبل 2000 عام نحن كيهود نعرف بأنه ليس مسموحا لنا بأن نذهب إلى جبل الهيكل وهذا يعتبر جريمة بشعة شنيعة وابتعاد عن الله لذلك فالطائفة اليهودية لا تذهب إلى جبل الهيكل وبالتأكيد لا تحفر تحت هذا الجبل ولكن الصهاينة يعصون الله ويتمردون يجب أن تكون في حالة قدسية نقية عندما يأتي المسيح وهذا التطهير حالة التطهير نحن ليس لدينا هذا التطهير بعد ولذلك إذا ما ذهبنا هناك فإننا نرتكب أسوأ ذنب بالعصيان ضد الله شارون ذهب مع آلاف من جنوده لكي يدلي ببيان سياسي وليتخذ موقفا سياسيا لأنه عصى الله نحن ليس مسموحا لنا أن نذهب هناك وبالتأكيد أن لا نحفر الأرض التي كانت تحت الحماية لآلاف من الأعوام ونحن كيهود وحاخاماتنا احترمنا الوضع القائم وأيضا حصلنا على سماح بأن نذهب إلى جبل الهيكل وأن نصلي وأيضا ذهبنا إلى جبل لم نذهب إلى جبل الهيكل وأيضا الحاخامات في الطائفة اليهودية كانوا سعداء الصهاينة أتوا وبدأوا بالتظاهر يقولون بأن هذا لنا وهو ملك لنا لماذا؟ لأنهم حرفوا التوراة وقاموا بفعل كل شيء بشكل خاطئ في عصيان تام لله وللتوراة بعض القراءات تقول إن إسرائيل ستزول في 2027 وبعضها يقول في 2023 هل لديكم رؤية توراتية لموعد زوال إسرائيل أو انهيارها أو سقوطها أو الطريقة التي ستنتهي بها؟ We are not prophets. نحن لسنا أنبياء هناك نبوءات ونعلم بأنه سيكون هناك إشارات وإرهاصات قبل قدوم المسيح وأنه سيكون هناك روح من التوبة وكثير من الأنبياء سيأتوا وكل العالم سيشعر بالتوبة بين بني البشر هذه هي الإرهاصات بأن هذا نهاية الزمن عندما سيأتي المسيح ولكن ليس لدينا فكرة متى سيحدث هذا نحن وشخص من مصر يكتب ويقول بأن الشخص لا يجب أن يخوض في هذه الأمور ولكن عليك فقط أن تتبع التوراة وأن تكون ممن يخشون الله عندما سيأتي الوقت سيعرف الجميع ذلك ولكن لا تحاولوا الخروج من الشتات ولا تحاولوا أن تأتوا بنهاية للزمن متى ستنتهي إسرائيل نأمل أن تنتهي اليوم ونأمل نأمل لله أن يجسد مجده بإنهاء دولة إسرائيل لأنها عصيان لله في كل وجه من الوجوه كل الحاخامات اعترضوا على وجود دولة إسرائيل وهي عبارة عن انتهاك أي الفكر الصهيوني هو مخالف للتوراة ومخالف للتعاليم اليهودية انظروا إلى الصهاينة هل يبدون لكم كيهود هل يحترمون السبت؟
هل يحترمون الوصايا العشرة؟ لا، إنهم يعملون ويسافرون ويتنقلون أثناء يوم السبت ولا يحترمون التوراة. هذه مخالفات كنسية ضد التوراة. أيضا انظروا إلى النفاق في هذه الدولة. يجب أن يستيقظ العالم. نحن ضحية، نحن سرقت أرواحنا واختطفت أرواحنا وهويتنا، ونحن نعاني على يد كينونة شريرة سيئة. العالم كله والأمم المتحدة يجب أن تتوحد ضدها وأن تستيقظ وأن تعرف بأنه إذا ما أرادت السلام أن يحل وأن يقف سفك الدماء، فإنها مثل حبة الألكسلسر التي تضعها بالماء وتفور وتؤتي أكلها وأن تكون دواء ناجعا. إذن يجب أن نعيش معا في انسجام كامل. وما نراه اليوم هو شاهد على أنه قبل بناء دولة إسرائيل عاش اليهود وعاش المسلمون في ذات البيوت. الصهاينة أتوا وفجروا كل شيء، فجروا كل هذه المفاهيم وأتوا بعوائق أمام السلام. إذن ففكرهم شرير وليس صحيحا وليس صائبا. لدي أسئلة كثيرة لذالت، ولكن للأسف انتهى الوقت. أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به. شكرا لك. بارك الله كما فيك. أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أقول لكم تحياتي فريقي البرنامج من لندن والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من العاصمة البريطانية لندن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.